هي هتجي لك دلوقتي. انبسطت النهارده في عملنا معاهم في اليوم على فكره كل الولاد معاكي مستر هي داخل كام دي يا مصطفى؟ شوف العرض عرض ايه؟ الديناصورات ايه عرض ايه الديناصورات؟ انت قبل كده شفت عروض قبل كده؟ انت جاي مبسوط يعني؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه اسماء الديناصورات؟ تعرف اسماء للديناصورات؟ طيب انت في اسماء ديناصورات كانت اتقالت لك قبل كده؟ نسيتها؟ طيب خلاص ماشي. عايز حاجه؟ مبسوط؟ اه. بعد العرض نبقى نتكلم. اول مره تيجي ولا جيت قبل كده؟ اول مره. طب وليه ما جيتش قبل كده؟ رحت قبل كده في رحت قبل كده في قبه غير فلاتي. كان فيها ايه القبه دي بقى؟ فلاتي ديناصورات بقى. اسمهم ايه؟ كانوا بيعملوا ايه بقى الديناصورات المره اللي فاتت؟ فاكر قصه الفيلم ايه؟ لا ماشي. عايز حاجه؟ السلام عليكم. موقع صدى البلد جايين طن تتكلموا جايين ليه او كده؟ انت جايه ليه النهارده او في ايه؟ هو انا سمعت ان متحف الكوفي فيه حاجات جميله جدا، فلاول مره اجيب حد هنا اصحابكم السنه اللي فاتت فقالوا ان الرحله حلوه وعجبتهم، فانا عشان كده جايبه ولاد السنه. ده اسمه ايه؟ حسن وحازم. حسن وحازم، شكرا ليكم.